بالنسبة للنساء الحيواني، فهنا راح حدث وحرج. المشكل فهو شوية مختلف، كاين بزاف ديال التساؤلات اللي وصلتنا. بصفة عامة، أولا النساء اللي تيتخوفوا على الأجنة ديالهم، على المولود. بالنسبة للنساء اللي ربما عندهم هاد لو كوفيد 19، اليوم تنعرفوا بأن لا ترانسميسيون ولا هاد الفيروس كيوصل إيسونسيلمون بالنسبة بار الهواء، par la voie aérienne ou là par le contact, c'est-à-dire il a qu'on a chez Blasa fait le virus ou on a le femme ou là on a le menhar d'elle ou là la haine d'elle. Hado huma les risques essentiels pour que qu'on a contamination. اما بالنسبه للجنين ف ولو ان ما كاينش حالات بزاف، اغلى كل الحالات اللي خرجوا كل الدراسات تتبين ان ما كاينش ريسك دو كونتاميناسيون فيرتيكال، استادير ما كاينش كونتاميناسيون من الام الحامل الى الجنين والمولود ديالها. ما لقاو حتى شي حاله ديال المولود انه تكونتامينا بالام ديالها اللي كان عندها الحاله ديال الكوفيد 19. اما بالنسبه للتساؤلات الاخرى، اولا النساء تيقول لك مثلا اذا كانوا نساء حوامل وحسوا باعراض الاعراض الاوليه شنو خصهم يديروا. جو بونس كل يوم الدوله راه عطات سوفيزامون ديال الارشادات، خصها تتصل بالنمره 141 اللي هو واحد السامو واللي يرشد النساء كيف ما الحاله بالنسبه لكل المواطنين المغاربه. ما كاينش اون بارتيكولاريتي واش الفيروس كيأثر على المرأة الحامل أكثر من هو على المرأة اللي ماشي حامل. هذا اليوم ولو أن ما كاينش أبحاث كثيرة وما كاينش حالات كثيرة، اللي نقدروا نقولوا هو ما كاينش بلوس دو ريسك بالنسبة للمرأة الحامل، هذا ما كاينش مضاعفات ديال هذا الكوفيد 19 أكثر إذا كانت المرأة الحامل بالنسبة للمرأة اللي غير حامل. دونك هادو أول الأبحاث تتبين بأن الحمل في حد ذاته ما تيزيدش من المضاعفات ديال الفيروس. بالنسبة للتساؤلات الأخرى اللي هما مثلا واش كاين ريسك بالنسبة إلى كانت المرأة الحامل في الشهور الأولى، واش كاين ريسك اللي تيتوضح وهو كم نفس الحالات بالنسبة لكل الأوباء الفيروسية كيما لا غريب بيان سور افيك واحد الحدة ربما شوية أكثر بالنسبة للكورونا فيروس. كاين واحد لو ريسك ديال لا فوسكوش اللي تيقدر يكون غير بالنسبة للسخانة، تنعرفوا بأن المرأة إلا دارت ان سيندروم غريبال وطلعت لها السخانة بزاف فيمكن لها دير ان فوسكوش. أيضا لا فيفر تتقدر تأثر على الحالة ديال الجنين، تتقدر تزيد شوية من التشوهات لي مالفورماسيون. إنما ما كاينش أبحاث اليوم كافية، لأن تتعرفوا بأن هذا المرض يلاه انتشر منذ واحد 3 شهور، دونك ما كاينش ان ركول سوفيزون. مي اللي نقدروا نقولوه هو إلا درنا ان باراليليزم على سيندروم غريبال، ف بالنسبة للنساء الحوامل تيقدر يكون ان ريسك دو فوسكوش، كيقدر يكون الجنين المولود تيكون الوزن ديالو شوية أقل، وأيضا كيكون ان ريسك أن المولود يخلق قبل من الوقت، وهذه حالة تنعرفوها حتى بالنسبة مثلا للفيروس ديال لاكريب. maintenant الا كانت المراه عندها الكوفيد 19 لقاو عندها الكوفيد 19 بلو بوزيتيف ووصل الوقت ديال الولاده، شنو هما الاحتياطات وشنو هما المود داكوشما. اليوم لي ريكومونداسيون مثلا الفرنسيه ولا الصينيه تتقول لك بان المراه الا كان عندها الكوفيد بلس، اولا من الاحسن انها تمشي للمركز اللي عنده الامكانيه انه ياخذ هاد الحالات. في المغرب ربما مازال ما عطيناش، لان ربما يلاه جات اول حاله يوم الامس ديال المراه حامل، ربما خص الدوله تاخذ بعين الاعتبار ودير ربما دي سنتر مراكز اختصاصيه لرعايه هاد النساء الحوامل اللي عندهم الكوفيد بلس. بصفة عامة إذا كانت المرأة دخلت باش تولد ما كاينش عندها حتى شي ريسك، أي ولا لي ريسك تنعرفوهم أنها تكون بوزيتيف، ستادير عندها التقات بشي واحد عنده الفيروس قريب لها، جات من شي بلاد فيها ريسك دو كونتاميناسيون الفي،
هادو او عندها داك الاعراض الاوليه مثلا ك داك النشوفيه في الحلق وشويه ديال السعله الا كان شويه لا تمبيراتور طالعه. هنا تيتم ليزولمون ديالها، خصها من الاحسن تولد في واحد البلاصه ايزولي، وخص بيان سور البيرسونيل ميديكال والباراميديكال ياخذ كل الاحتياطات ديالو للوقايه، لان خص كل الاحتياطات تكون وارده. الا ما كانش شي مشكل نفس في التنفس، فهنا تيقول لك بان ما كاينش الا انديكاسيون ان مثلا نديروا العمليه القيصريه، نقدروا نديروا الولاده بصفه عاديه. باغ كونتر اذا كان مشكل تنفسي او اذا كانت المراه دو توت لي مانيير عندها اون انديكاسيون انها دير العمليه القيصريه، ففي هذه الحالات لي بريكوسيون تيكونوا هما تقدر دير لا غاشي انستيزيز، تقدر دير ذاك البنج ديال الظهر النصف المحلي، والولاده تتكون القيصريه تتكون بنفس لي بريكول. ما كاينش شي تقنيه مختلفه. باغ كونتر بالنسبه للبيرسونيل والطاقم الطبي اللي ياخذها لعلاج داك السيده، خصهم ياخذوا كل الاحتياطات اللازمه في علاج النساء المرضى ديال الكوفيد.